أهلا إخواني، اليوم صنعت هذه الدائرة للبولوني، دائرة جديدة، وأريد أن أقوم معكم بها ببعض التجارب على بعض الإيسيات، منها الأصلي ومنها بدائل، لكي يتيقن ممن صنع هذا الجهاز ومن لم يعمل معه بأن هناك بعض الأسباب التي تحد دون أن يشتغل هذا الجهاز، وهي إما الإيسيات أو تركيب بعض القطع في غير محلها. فهناك من ركب مكان بعض الريجستونسات بوتنسيومتر أو مقاومة متغيرة، وهناك من قام بتركيب مكان هاد المتغيرة، هنا قام بتركيب 5 كيلو عوض 250 أو 220 كيلو. فهنا سأقوم ببعض المشاكل، يعني بعض ممن وقع في مشاكل في الصوت مثلا. فهنا قام بتركيب هذه الأسلاك بشكل مقلوب، فهنا الطرف هذا الذي على اليسار يجب أن يركب بوسط هذه المقاومة المتغيرة 10 كيلو، كذلك الطرف الأيمن يجب أن يركب في الرجل الواحد والأسود مثلا هنا، يعني الطرف الأيسر في الوسط، والطرف الذي هنا في الأعلى يجب أن يركب في الجهة الأخرى. مثلا أنا سأقوم بتغيير هذه الأقطاب هنا، لكي يقع الجهاز في مشكل الصوت البطيء أو الصوت الخافت. سأنزع هذا مع هذا الطرفين، مثلا كما تلاحظون الآن أنا نزلت كل هذه الأسلاك، سأقوم بتركيبهم بشكل معكوس. سأقوم بتركيبهم كما يعني مباشرة كما ركبه الأغلبية ولم يعمل معهم. مثلا الطرف هذا على اليمين و الطرف الآخر هنا، أفضل أن أركبهم من هذا الجانب. هنا سأقوم بتشغيل الجهاز. إذا بعد أن ركبنا هذه الأسلاك في غير محلها، سنقوم بتجربة الجهاز. لكي تروا الفرق، الآن الجهاز مثلا يعمل هكذا، انظروا إلى الصوت كيف أصبح. الصوت ضعيف جدا. إذن سنزيل الأسلاك. لأن تركيبها غير مناسب، يعني لابد لتركيبه بهذا الشكل. الطرف الأيسر يركب مع الرجل الأوسط للبوتنسيومتر، ثم الرجل الوسطى التي هي هاته
تركب على اليسار من هذا الجانب، ثم الأخرى تذهب مباشرة إلى الجهة اليمنى من هذا البوتنسيومتر. يعني بهذه الطريقة هي أفضل تركيب. الآن سأرجع الأسلاك إلى مكانها الأصلي. الآن سنمر مباشرة إلى تجريب الإسيات. الإسيات فمنها الأصلي ومنها المزيف، وسأقوم بتجريب بعض القطع في يعني بدائلها. سأضع على قبل هذا سأثبت التردد. لكي نقوم بهذا علينا نضع السالب مع السالب البطارية هكذا، ثم نبحث عن الرجل الثلاثة في الاي سي او المدبدب 555. ثم نضع الملتيمتر على الكيلو هيرتز. هنا كما تلاحظون 2.3. كلما خفضت أو أضلت هذه المتغيرة ينخفض التردد كما تلاحظون. فهناك من لا يدير هذه، يركبها كما هي فيجد أن الجهاز لا يتحسس. مثلا هذه القطعة النحاس 10/10 فهي ملاصقة للملف ليستشعرها. أما إن رفعت هذا البوتنسيومتر وقمت بضبط التردد جيدا مثلا على 220 نعم هكذا 220. إذن الآن سنقوم بتجربة بعض الإسيات لنرى الفرق بينها، أيها تشتغل وأيها لا تشتغل. هنا الجهاز حاليا يشتغل بدل LF357 أضع إسي هنا هو TL081 وهنا أضع TL081 يعني ولكن شركات مختلفة. الآن تشاهدون الملف، هذه الورقة طولها 30 سنتيم يعني ورقة أكات. هذا سأقوم بتجربة بهذا المفك، ثم هذه القطعة النحاس 10/10. بداية الهدف
من هنا يعني 30 زائد 15 هي المسافة التي هنا، هي 45. يلتقط هذا المفك قطعة النحاس أكثر من هنا، سأقوم بنزع هذا تي ال سأضع مكانه الموصى به في هذا البولوني، وهو EA741. هذا أصلي، هذا نزعته من أحد مكبرات الصوت. ثم سأقوم بنزع هذا الإسي TL81، وسأضع مكانه الإسي الأصلي الذي هو LF357. هذا أصلي. في الأول كما تلاحظون هنا هذا LF357، وهنا EA741، يعني جميع القطع هنا، هذا أصلي كذلك، هذا أصلي، ثم كذلك NO555 كلها جيدة. هنا الآن الدائرة كما هو موصى بها، الآن الحساسية شيء خرافي. هذا كان يبدأ من هنا الطقطقة، الآن انظروا من أين، من مكان قطعة النحاس. يعني ازدادت أكثر من ازداد أكثر من 20 سنتيم. انظروا قطعة النحاس، حتى هي ازداد المدى الخاص بها، يعني هنا الإسيات هي ضرورية لزيادة الحساسية. سأترك هذا الإسي، سأزيله عفوا، وسأترك هذا. سأركب مكانه هذا الإسي هذا LF357. هذا لأول مرة أركبه.
إذا حتى هو أصلي، لأن أول مرة أجربه. الآن سأزيله. لأن هذه كلها نفس النوعية، سأقوم بتركيب استقيل عنه أنه جيد. هو الام 318، انظروا المفاجأة. لا يستشعر به، ويقول لك أحدهم أنني ركبت كما هو مطلوب ولم يستغل معي الجهاز. هذا كما سوف تلاحظون. الام 318، إذن لا يعمل. سنركب واحد آخر الذي هو TL 82 0 2 81 عفوا. إذن هنا ركبت كذلك TL081 شركة أخرى غير الأولى التي كانت. نرى كيف هي. نفس تحسس الأولى، هذا يبدأ من هنا. انقطعت النحاس قبل كما الأولى. نجرب TL أو EA 741 نفس هاته التي هنا. ما دامت لها نفس الداتا، لكن الاختلاف بينها وبين LF 357 هو التردد. و المهم هنا لنجرب كيف نتعامل مع الاستيعاب. هذا أفضل من TL 81، لكن هذا أصلي كما قلت لكم أنني نزعته من أحد مكبرات الصوت. يعني حتى المسافة قريبة من
LF357. سأخف الحساسية قليلا. تكتين في الثانية أو ثلاث تكفي. انظروا يتحسس من هنا. إذن فهذا ER741 نوعية جيدة، والأفضل إن وجدته بالخلدة. هنا ER هذا اشتريته من أحد المحلات، ER741. الآن سنرى الفرق بينه وبين هذا الأصلي. شو حتى الكتابة هناك فرق. يعني مثله مثل ال TL082. هذا يبدأ من هنا من حافة الكرسي. الأصلي كان يبدأ من هذا المكان، يعني الاختلاف 20 سنتيم في الحساسية. قطعة النحاس إذن فهناك اختلاف واضح. بقي S1 للتجريب، نوعية آخر من TL81. يعني سأركب هذا من هو من شركة أخرى TL081. نجربه كذلك. مدى جيد، يعني أفضل من الأول.
بقي واحد وهو ان او 55 34 5534. لا يشتغل. لهذا صنف آخر. والآن سأريكم المفاجأة. مفاجأة ال الاف 357. الاف 357 هذه هي المفاجأة في هذا الفيديو. انظروا كم عددهم، 9 هنا وهنا 19 قطعة. كنت قد استوردتها من الصين، اشتريتها من علي اكسبريس. تبدو جيدة، لون كتابة واضحة كما تلاحظون. الآن سنجرب واحد منها، نأخذها عشوائيا من الوسط. كأنه لا يوجد أي إسي راكب هنا. رفعت جميع المفاتيح إلى أقصاها، الكهرباء راكبة، الكهرباء مشبوكة لكي يتأكد كما تلاحظون. التيار واصل. والجهاز شبه نائم. نزيل هذا الإسي. الجهاز يشتغل بدون إسي، لكن بهذا الإسي يكتم الصوت. أركب إسي آخر. هذا آخر ركبناه كذلك. انظروا، لا يتحسس، كأنه غير مركب. كلها 20 قطعة استوردتها وكلها مزورة، يعني الصين تصدر لنا كل ما هو مزور. في هذه الظروف التي تجتاح العالم، فهي قد صدرت لنا شيئا أوريجينال وهو فيروس كورونا. وكل القطع التي تصدرها لنا فهي ليست طبق الأصل، نسخة يعني ثانية كما نقول لها كوبي. إذن فنصيحتي للإخوة أن لا يشتروا من موقع علي إكسبريس هذه القطع. أنت وحظك، ممكن أن تجدها شبيهة بالتيال، ممكن أن تجدها شبيهة بإي آكس 741، لكن أجزم لك بأنها لن تكون شبيهة بالإسي الأصلي.
الذي هذا هو هذا لشركة ناسيونال هذا أصلي هناك منه في الفيليبس ومنه في الموتورولا. أعجبكم هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على الزر لايك ثم الجرس ليصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الجهاز فأنا قمت بتركيب هذه المقاومة المتغيرة التي هنا ركبتها خارجية 220 كيلو ثم قمت بوضع خيوط لهذا المكان كذلك هذه وهنا الصوت قمت بتحويل الخيوط أو من هذا المكان إلى هنا وثبتهم صنعت في القوادة بهذه الطريقة هنا لكي تأتي بهذا الشكل لكي لا يستفسر أحد ويقول لك لماذا هذه الخيوط تمر من هنا إلى هذه البوتنسيومترات أو المقاومات المتغيرة. لهذا قمت بهذه الطريقة لكي تكون اللوحة مثبتة جيداً.